معقولة يا بنت انيلك كنت جوب النخيل فعل فعل ما تنفعش الدواء ما تخليهمش يرفعوا حد اصلا ما تخليش حد اصلا حد فين هما الكلاب هذوما نصور يا سمير خليهم يحرقوا لا غضب خليهم يحرقوا خليهم يضربوا ما تعرفش ادفنش عليهم هم اللي هاجمين علينا وشوفوا العائلات نصايف فيهم ومعسكرات في تورغة مخيمات في تورغة من هالرعب ومن هالدنيا شوفوا ناس مرضى كل ما سكر عند في اللي عنده ضغط في اللي عنده سكر في اللي يضربوا في النساء ما مخلين ما مدايرين فينا شوفوا طلعوا فينا من نومنا من فراشاتنا جايين علينا هادين علينا على الصبح شوفوا لا احترام ولا تقدير كلام كبير ويضربوا ويهجموا في 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 المعسكرات داخل علينا شوفوا السيارات الاسعه الثقيله ها السيارات الاسعه الثقيله يربوا في الاطفال والعزايز ويطلقوا بالرصاص هذين المخيمات شوفوا هذا الثورة بتاعتنا مكي هذا سوق حضاري ولا شنو هذا ما فهمناش شنو هل ترى هيك هي هيك الثورة تحطوا على الشيء هذا الثورة هيك يديروا هما هيك الثورة قامت بالشيء هذا
الثورة قامت ضد الظلم، وهذا الظلم بعينه، هذا شوفوا. هذا الظلم بعينه، هذا الظلم بعينه، شوفوا الأسلحة الثقيلة، شوفوا الأسلحة الثقيلة اللي خاشين بها يرهبوا في العائلات. شوفوا شوفوا ضرب النار، شوفوا اطلاق النار يضربوا فيه. مفيش شيء بكل معقولة. ريت وريت هذا المنظر.